هكذا كانت أنهج باب سويقة المعقل التاريخي للترجي الرياضي التونسي أثناء مباراته في ختام البطولة، طرقات تكاد تكون خالية إلا من بعض المارة والبائعين. في المقابل اكتظت المقاهي بالمشجعين المنتظرين للتتويج 21. وهكذا تحولت الشوارع بعد دقائق قليلة من نهاية اللقاء. فرحانة بالبداء. نحب نقول ان شاء الله حتى السيزون جاي نهزوها بقدرة ربي. شنو هكا احساسك اليوم وانتم متوجين؟ احساس انسان توج بطولة. يعني بطولة جات على استحقاق وعلى اقتدار. بجوارات بجمهور بإطار فني برئيس جمعية بالكل في الكل. معناها احنا تو كي الجمعية نسكروها السفرين الركور هذا ما يلحقوش عليه بعد 30 سنة حتى جمعية في تونس. احتشد المشجعون وتعالت الأصوات مرددة الأهازيج والأغاني المعبرة عن الفرحة وارتفعت منبهات السيارات. يعني 21 هذه يعني بطولة ممتازة بنتي ولا وتعبت عليها الترجي الرياضي. مردود ممتاز فهمتي، ومن اول عام محسوبيه الاولى فهمتي، كان اسبوع او اثنين اللي يعني بعدت على الورد الثاني فهمتني، وجمعيه فهمتي لا ممتازه السنه وما قصتش، ولاد صغار خدموا بالكدا وتعبوا بالكدا فهمتني. اعز بارتي عجبتني اليوم، عطاو مردود باهي وطيب وان شاء الله ديما هكا يا رب. من كل الاعمار تدافع جمهور الترجي الرياضي للتعبير عن فرحه تتويج جديد بعد 3 سنوات من اخر لقب بطوله ناله الفريق. ضمن مستقبل قصرين والقوافل الرياضية بقفصة البقاء رسميا ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل نزل مستقبل مرسى وجندوبة الرياضية إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. حمادي الغداوي وقراءة في الجولة الختامية. إن كانت الفرحة هي الصورة المميزة في ملعب 7 نوفمبر برادس فإنها امتزجت بالحسرة في ملاعب قفصة وحمام سوسة وجندوبة. ففي الملعب الأول ضمن قوافل قفصة بقاءه في الرابطة الأولى للموسم السادس على التوالي بعد تعادل ثمين مع ضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 0-0. تعادل أدخل الفرح على لاعبي ومحبي فريق القوافل، إلا أنه خلف الحسرة لدى جمهور فريق الصفصاف الذي غادر بهذا التعادل الرابطة الأولى رغم أدائه المتميز خلال الشوط الثاني من المباراة. وسيرافق مستقبل المرسى إلى الرابطة الثانية فريق جندوبة الرياضية الذي كان في مواجهة النادي الافريقي الفريق الثاني المراهن على لقب البطولة الى جانب الترجي الرياضي التونسي. ابناء المدرب لطفي بارا استطاعوا ان يعودوا في اللقاء بعد هدف اوتوروغو للنادي الافريقي في الدقيقة 52 وذلك بهدف سجله عاطف المازني في الدقيقة 66. تعادل لم يسعف ابناء جندوبة بالبقاء في الرابطة الاولى لينزل الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية بعد موسمين في الرابطة الاولى. من جهته حقق فريق المستقبل الرياضي بالقصرين إنجازا عندما استطاع أن يضمن بقاءه في أعقاب موسمه الأول في الرابطة المحترفة الأولى. أبناء المدرب خالد بن ساسي حققوا تعادلا في طعم الانتصار في مدينة حمام سوسة أمام فريق المكان بنتيجة 0-0. وفي لقاءات خالية من الرهان تعادل النادي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس مع ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف لهدف، فيما فاز الملعب التونسي بالملعب الأولمبي بالمنزة على ضيفه النادي البنزرتي بهدفين 2-0. وبالنتيجة ذاتها فاز نادي حمام الأنف بملعب المرسى على ضيفه الأولمبي الباجي. وفي عقاب هذه الجولة الختامية التي أسفرت على تتويج فريق باب سويقة احتل النادي الإفريقي المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد النجم السعلي عند 53 نقطة في المركز الثالث. ولم يطرأ تغيير كبير في وسط الترتيب بعد أن حافظ نادي حمام الأنف على مركزه 7 والأولمبي الباجي على مركزه 10، فيما لم يسعف الحظ فريقي مستقبل المرسى وجندوبة الرياضية بمغادرتهما الرابطة المحترفة الأولى برصيد 22 نقطة لفريق الصفصاف و21 نقطة لفريق جندوبة الرياضية.